إلا بالله. إذن لا بد علينا أن ندرك هذا أيها الإخوة. إذن مسؤولية تاع قبل ما نلوموا الإخوان اللي ثوار تاع ليبيا، نلوموا الرئيس تاع ليبيا، لأن الظلم، هذا الظلم هو الذي جاء بعد بالمقاومة. هؤلاء عجزوا عن المقاومة لأن هذا الرئيس مش دخلهم الأحباس، هذا راه يقصف بهم برا وبحرا وجوا يا ناس. أيا تصوروا أنتم غدوة لا سمح الله احنا يا غدوة خرجنا مثلا، خرجنا حبينا نطالب بحقوقنا في بلادنا، ما عندنا حق ولا لا؟ طيب وقصونا بالطيارات، لا بد نوليو ماذا؟ لا بد من رد فعل. هذا رد فعل يتطور، وربما الانسان كيشوف روحه باللي راح تباد هذيك الجماعه ولا تقتل هذيك الجماعه، ما توليش تفكر نستعين او لا نستعين. تحت الضروره يولي ماذا؟ يقول لك انا اللي سلكني وخلاص. لما تكون غريق قلت لكم في البحر وتشرف على الهلاك وعلى الغرق، ويجيك عدوك ما تمدلوش يدك تقول نموت، هذه باش تقول نموت الا اذا كنت ماذا؟ عندك ايمان. وايضا لا يجوز لك شرعا ايضا، وانت مضطر، والاضطراء والضروره لها احكامها. اذا نحن لا نلوم، نلوم اولا رئيسهم القائد نتاعهم الذي هلكهم وقتلهم ودمرهم، نعم، وايضا نلوم ماذا؟ نلوم ايضا الدول العربيه. كنت تشوفوا في هذا الناس يقسم فيهم، علاه ما دخلتش الدول العربيه؟ لماذا السعوديه دخلت بالسلاح نتاعها في البحرين؟ دخلت في البحرين ولا لا يا ناس؟ نعم نعم. قالك راني غارب. نعم طيب نعم. على اي اساس؟ صح قال لك لان البحرين قريبه لمن؟ السعوديه قريبه للبحرين. تفضل بارك الله فيك. قال قريبه لماذا؟ للبحرين. طيب والجزائر قريبه لليبيا ولا لا؟ حدود. قال لك الجزائر لا نتدخل في الشؤون الخارجيه. بصح هذو ناس يموتوا يا ناس، اتقوا الله. خاوتكم هذو يقوا يموتوا. صار مع الصحراء الغربيه من السبعينات، من 74 ولا من 75، وانتوما تدافعوا على الاف، مام با مليون. الصحراء الغربيه مليون. والو. ايه هاي يعني على اكبر تقدير يقولوا حوالي 800 الف. ماهوش مليون اصلا. وهذو اللي راهم يقاتلوا فيهم في المصراطه وفي البريقة وفي كذا، راهي ملايين. الجزائر على ما تدخلش. انا نقول لا بد الان الدول العربيه والدول الاسلاميه لا بد ان يجتمعوا جميعا، كلهم يجتمعوا ويعاودوا صياغه الميثاق نتاع الجامعه العربيه من جديد، باهي يتناسب مع ماذا؟ مع ظرفنا ومع زماننا ومع وقتنا. ولا بد يديروا قرار بان اي ناس يكونوا مظلومين، وهذا المظلومين مش ظلم سياسي، ظلم تعدى من السياسي الى القمع بالسلاح، لا بد ان تتدخل ماذا؟ الدول، على الاقل دول ماذا؟ اصحاب الخليج، قدام الخليج، واصحاب المغرب العربي في المغرب العربي، كل يعني كل الدول الاخرى نعطيوها في فار. قال تنجم الجزائر تتدخل، وتنجم موريتانيا تتدخل، وتنجم تونس تتدخل الى اخره، باش ماذا؟ تنصر هؤلاء، مش باش تفتح المشكل فقط، على الاقل لا يقتلون. احنا ننجموا نديروا حظر جوي على فرنسا، ننجم نديروا الدول العربيه كلها تنجم تدير حظر جوي على امريكا. احنا مانيش قادرين نديروها، احنا ما نجموش حتى شيء، ما نجموا حتى شيء. هذه الدول العربيه قادره فقط الا على قمع شعوبها وقتلهم وسجنهم وتبديدهم والتنكيل بهم. قادرين على الشعوب. أكم شفتوا انتم نارينا حول قضية الجبهة الإسلامية الإنقاذ، كيفاش خرجت أسلحة وكيفاش الطيارات كانت تضرب، كنتم شفتوا الطيارات ولا واحد تكلم. حتى هذا الغرب، هذا الغرب المنافق ما تدخلش، رغم أننا احنا نجحنا بالصندوق. انظروا الآن فرنسا واش تدير مع وطارة ومع أكباكبو في ماذا؟ في ساحل العاج، تضرب في ماذا؟ في القصر. انتم قريتوا الكتاب اللي كتبوا علي هارون؟ قريتوا وكتب كتاب هذا علي هارون هذا والله، هذا كتب كتاب ويتكلم كيف كان يروح لفرنسا ويروح لاسبانيا ويروح لبلجيكا ويقول لهم عاونونا على هذا المسلمين. هذا في متى؟ في 92 يا ناس، اتقوا الله. ويقول لك حنايا ما نحبوش التدخل الخارجي، ويسبوا الخاوه كلهم الجزائريين اللي راهم في الخارج، كل يوم يسبوا فيهم. قال انتم خونا، راكم في الخارج، راكم كذا. اللي في الخارج هؤلاء راهم إطارات، راهم كاين فيهم علماء،
كاين فيهم أمريكا تستفيد منهم في العلم وفي المعرفة، أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وأنتجوا افتحوا لهم المجال في بلادهم. بصح كي يجي للجزائر مش يجي عند الجنرال فلاني، كامل هذو اللي يجوا من الخارج ماذا؟ لازم يروحوا عند واحد في المخابرات فلان، أنا ما أذكرش اسمه، فلان، باش يعطيهم شروط ويكونوا تحت المراقبة ويكونوا تحت تضييق. لا، أما هؤلاء إخواننا نحن لا يمكن أن نطعن في الأخرين. المعارضة الليبية لو كان كانت وجدت في بلادها ما تروحش، والمعارضة المغربية ما تروحش، كل المعارضة السورية نفس الشيء. إذن هؤلاء المعارضة اللي في الخارج، الظلم والاستبداد والقهر هو الذي فعلها بهم. إذن نحن لا نريد أن نقول هذا الشيء. إذن قبل أن نلوم هؤلاء، أن نلوم القذافي لماذا ضربهم، وأن نلوم الدول العربية، ثم بعد ذلك الإنسان الغريق، نحن لا يمكن لنا أيها الإخوان أن نعين عليه. الآن الدول العربية كلها هكذا، كلها أصبحت بهذه الطريقة. خذ مثال الآن نساونا في قضية فلسطين، صح ولا لا؟ من هالي بدأت هذه الثورات ونسينا قضية غزة ونسينا قضية فلسطين، وهي القضية ماذا؟ الأم. لماذا؟ لأن هذا الحكام العرب كانوا يحيوا التعددية، قال لا، نحن رانا نواجه الإمبريالية، نحن نواجه إسرائيل، نحن نواجه لا تعددية. مثلا في سوريا، في سوريا قال لك ما كانش تعددية أحسن، لماذا؟ قال لك نحن نواجه ماذا؟ إسرائيل. لكن إسرائيل شحال كاين من دولة أمامها؟ دول الطوق، سوريا ولبنان ومصر والأردن، وهؤلاء كلها هل قالت أيهما اللي يستطيع يقول نحن ليس هناك أحزاب؟ إسرائيل ولا لا؟ كانت تقول احنا رانا محاطين بجيوش عربية وبدول عربية، ما كانش لا صوت فوق صوتي المعركة، كما كان يقول جمال عبد الناصر في وقت من الأوقات، لا صوت، ما كان لا إخوان ولا إسلام ولا شريعة ولا تعددية ولا حريات. الآن رانا هلكونا باسم ماذا؟ باسم مواجهة إسرائيل. لا هم واجهوا إسرائيل، بل هم تعاملوا مع إسرائيل في السر، تعاملوا. الجزائر أيضا الموقف انتحى من ليبيا غامض وما حبوش يبينوه، وما زالوا يقولوا على الخاوة الثوار يسموهم متمردين. والعجيب العلماء الآن، العلماء ما فهمتهمش أنا في بعض الأحيان، الدعاة إلا من رحم ربي وقليل ما هم. المسيرات حرام كي تكون ضد الحكم، لكن مع الحكم تجوز. شفتهم أنا في سوريا يجيبوا علماء ويتكلموا ما كاش مسيرات ما كاش كذا، ولكن حافظ الأسد هذا بشار الأسد استطاع ماذا؟ وكي قالوا له عدل الدستور، قال الدستور ما زال لابد لنا من وقت. نهار اللي وليت باش تولي حاكم في خلال يومين عدلوا الدستور، صح ولا لا؟ 40 سنة في خلال 24 ساعة عدلتوا الدستور وزادوا عطاوها قرات، أصبح فريق ولا لا؟ بعد ما كان كذا أصبح فريق، صار تعدلوا الدستور باش تبقاو في الحكمة. التعديل تاع الدستور الآن حتى في الجزائر لا نؤمن بتعديل الدستور يأتي من طرف هذا النظام، لا نؤمن به أصلا. التعديل الحقيقي يكون عن طريق مجلس تأسيسي منتخب هو اللي يدير، يكون فيه الجماعة كل الناس بدون إقصاء، وتتعالج فيه جميع النقاط، وتتعالج فيه القضايا الجوهرية، باش نأمنوا مستقبل الأجيال التي أولادنا هذو الصغار باش يجيو ما تبقاش عندهم هزات كل يوم يوليو الاخر. اذا هذه انا نقول بان